ياز ايش قلتي بسرعه؟ ايش قلتي لي دوبك؟ انت حواشك كذا مره حلو ومره بنات، ترى دائما عرايس مودلز دائما يسالوني عن حواشب ان انا عاملتها، والله العظيم اني بس اسوي نفس التكنيك هذا اللي دائما اشرح لكم، هو سناب شات، هذه طريقتي لنفسي انا حواشب زي كذا بالضبط انا اسويها. فشوفوا الله يسعدك يا حبيبتي، فشوفوا التوتوريال وركزوا على التوتوريات اللي راحت، لاني اليوم ما شرحتها من كثر ما شرحتها خلاص. اهلا وسهلا بنات، يلا حبدا اشرح. اول حاجه الدخله اللي تجي هنا، ماشي؟ الدخله اللي تجي هنا طبعا هي متفاوته، في دخله مره جايه على جوا وجايه الخشم من هنا منتفخ، وفي دخله بسيطه وبرضه جايه الخشم منتفخ. ايش الحل؟ الحل انك تجيبي يا هذه العجله، اوكي، شوفوا هذه العجله، او كونسيلر ناس، متى استخدم هذا ومتى استخدم هذا. لو كانت الدخلة مرة قوية تحتاجي كونسيلر غامق كأنه يعمل لك هنا طبقة، اوكي، ينفخ لك هذه المنطقة. إذا كانت الدخلة بسيطة تقدر تستخدمي كونسيلر ناس، هي تقريبا الدخلة عندها شوية داخلة على جوا مرة. فايش حسوي؟ حعمل لها هذا الكونسيلر الفاتح زي كذا، بس حوقف ابدا ما. طيب بعد ما حطيت كونسيلر فاتح اللي هي عجلة كريولان السداسية لانها اثقل فحتبرز لي هذه المنطقة اكثر، ايش حسوي؟ حبدا اطبطب بس شيء مرة بسيط، ما اشيل الكونسيلر تماما لاني انا ابغى هذه الطبقة اللي تبرز لي فيها العظمة، وابدا اطول لغاية هنا، اوكي؟ اوكي بهذه الطريقة، وبعدين اجيب كونتور فرشة احدد بس من تحت هنا، بس هذا اللي احدده، ما احدد الخشم كامل ابدا. وارجع مرة ثانية بس من هذه المنطقة عشان ادي الخشم طول، بس من هنا ما احط الا الباقي، اوكي، من هنا بس عشان ادي الخشم طول اكثر. بس في هذه المنطقتين، اوكي، وابدا ادمج شيء مره بسيط. وهنا نفس الطريقة، طيب بعد ما أبين وأبرز هذه العظمة وأعمل حركة الكونسيلر من الأجناب أثبت برضو. بنات طبعا إحنا مو حاطين فونديشن ولا شيء، بس بأشرح نفس التكنيك وأنتوا طبقوا خلاص. ونحط من هنا برضو نثبت لوس باودر، يتغير شكل الخشم تماما. طبقوها، يعني انتوا اعتبروا ان انتوا حاطين مثلا فونديشن وحاطين كل حاجة بعدين تعملوا حركة الايه تكنيك الخشم. بنات التكنيك رائع رائع رائع، ويضبط 180 درجة غير الخشم، ومرة يضبط يعني ما يحتاج حتى تحوسي فيه. طالع فيه، طالع فيه، العين كامل، وبعدين حعمل لها الفاونديشن وتشوفوا فرق الخشم. هستخدم لها برايمر كونسيلر درجة كراميل،
شوية بس وأبدأ أحطه على كامل الجفن، ما أوصل الكونسيلر لغاية هنا عشان لا يخفي لي الأبيض اللي تحت الحاجب. بعدين بنات حد الكونسيلر كيف تعرفي لغاية وين؟ حسب انت تبي توصل الشادو لغاية وين عشان يمسك الشادو لازم يكون في كونسيلر. طيب بعدين عادي حثبت. طيب لما يكون الجفن غامق الافضل انك تثبتي بشادو اصفر، شادو لونه اصفر عشان ابدا ما يقلب رمادي، ما تثبتي بشادو بيج او لوس باودر شفافة، لا افضل شيء ثبتي بشادو اصفر. ابدا احط لها اي لون انتقالي من هنا، ابدا دائما الالوان الانتقالية عشان تكون باينة نبدا نحطها كذا بالضبط بعدين لما نتأكد نتخلص من كل الشادو عشان ما أغلط ويطلع معايا لفوق، أشيل كل الشادو اللي في الفرشة وأبدأ بطريقة دائرية كذا أسحبه على برا. طبعا أي زايد بعدين إحنا ننظفه. نفس الشيء والجفن الغامق بنات دائما الألوان التقالية اللي نستخدمها تكون غامقة عشان تبان. أوكي؟ كده اول شيء بالطبطبه اوكي تحطي اللون كله عشان يكون باين، بعد شادو ننظف برضو ونبدا ندمج عشان ما يطلع تحت الحاجب مباشره كده بطريقه دائريه خفيفه. ولو طلع عليك الشادو عادي بالكونسيلر نظفي يطلع مدموج وكل شيء ضابط. افتحي حسيتي تحتاجي عادي ترجعي مرة ثانية تعملي بس هنا في الطرف تعززي اللون. افتحي بنات الموديل جفنها نازل على تحت اوكي، المدمع عندها مرة نازل. دائما في هذه الحالة لما تكون العيون متباعدة والجفن برضو نازل زي كذا ايش الحل؟ الحل انه دائما في الميك اب حتلاقي انه في شيء غلط، في شيء هنا فاضي. حتى في التصوير بعد ما تخلص حجيب فرشة اصغر نفس اللون الانتقالي اللي استخدمته في الطرف، شوفوا فين حسويه. ونفس الشيء هنا برضو. اللي عيونهم متباعدة وعندهم برضو هذه الدخلة، الدخلة كده مرة داخل خشمهم دائما يسووا هذه الحركة، خصوصا اللي عيونهم متباعدة قديش تغير من شكل العين وتحليها مرة. يعني أي وحدة عيونها متباعدة بس تجيب فرشة وتعمل كونتورينج في هذه المنطقة. طيب نفس اللون نفس أماكن اللون الانتقالي حطيت بني من المقدمة وبني من الطرف. مضي حط لها شويه كونسيلر بس في النص والعين الثانيه نفس الشيء. دائما اللي جفنهم مبطن احلى عليهم الالوان المات، تستخدم اللون المات دائما بفرش شعرها طبيعي ما تكون ايش بلاستيك، البلاستيك ما راح يخلي الشادو المات يمسك ابدا، ما راح اخلي الاصفر صريح مره، ححاول على قد ما اقدر اخففه وادمجه مع الشادو البني اللي في المقدمه. لما ما تبغي اللون يكون واضح دائما سويه بالسحب،
لما تبغي اللون يكون مرة واضح اعمليه كذا بالضغط بالضغط اللون يبان مرة واضح. لما تبغي اللون مرة خفيف سويه بالمسح مرة يخف ويكون طبيعي أكثر. أنا ما أحب الألوان في عيوني واضحة، أحبها مرة خفيفة. افتح شوية بس، بعدين على حد الحاجب بالضبط أرفع الكونسيلر. هذه سحبة العين بنات، شوفوا كيف تسوي سحبة العين على نفس حد الحواجب. شايفين هنا الحواجب كذا تبان العين مرة مرفوعة ومسحوبة. شوف بنات، شوفوا هذه الفرشة الصغيرة البنسل برش رائعة جدا لتحت العين، تطلع لك اللون لون. وكمان اللي تبي تعمل مثلا اي لاينر مموه تستخدمها، شايفين حجمها مرة صغير، تحط الشادو وكذا على منابت الرموش لغاية بس، شايفين هذا الخط اللي بالكونسيلر لغاية نصه، يدي افكت مرة حلو. شوية شايفين مرة حلو. بنات شايفين هذا الجفن النازل كيف نخليه مو نازل، او نديه افكت انه هو كذا مو نازل وجاي جفن عادي زي كذا. تجيبي فرشة فلات، بنات ركزوا، تجيبي فرشة فلات تحطي فيها كونسيلر شوية فاتح، شوفوا ركزوا، نزلي شوية بس عينك، تحطي هنا كونسيلر فاتح لغاية النزلة، فاهمين؟ لغاية النزلة زي كذا، حوصل الكونسيلر بالضبط. شوفوا بعدين فين ححط الشادو، افتحي. هذه الطريقة تفتح الجفن النازل، فاهمين؟ بهذه الطريقة ينفتح الجفن النازل وما يخفف من نزوله، ما يكون كذا مرة، لا ينفتح شوية، اوكي؟ من عند النزلة بالضبط كذا تسوي. بنات شوفوا مدمع العين من هنا، افتح شوية عز، انفتح ما صار في الخط النازل، اديني العين الثانية. بس شوفوا هنا طالع في الكاميرا، شايفين؟ مرة نازل. وشوفوا هذه العين واضحة الفتحة. بنات استخدمت لها الجل الأخضر على كامل وجهها، على الجبين، تحت العين، في الخشم، حول الشفايف، أفضل جل أخضر، أفضل برايمر للبشرة اللي مرة تقشر مع الفونديشن، والله هذا ولا بعد الجل الأخضر من كيريلاين. الفونديشن ما نعمله، دائما أقول لكم ما نعمله زي كذا وكذا، على اتجاه واحد. الفونديشن لو كان الفونديشن ثقيل مرة طبطبي بالبيوتي بلندر، ولو كان خفيف يندمج بالفرشة، لأن البيوتي بلندر شوفوا تمتص كل الفونديشن. ليه دائما البنات يقولوا أحط فونديشن ويطلع مبقع أو يختفي أو يروح؟ لأنك تطبطبيه بالبيوتي بلندر. بيوتي بلندر لازم يكون الفونديشن ثقيل، ما يكون خفيف، الخفيف حتمتص البيوتي بلندر ويروح كله كذا بس تمشي. ولو عندك فونديشن خفيف وتبي تطبطبي بالبيوتي بلندر يكون طبطبة خفيفة بس زي كذا، بس اشيل الخطوط وانزل على الرقبة عشان يدي نفس اللون. طيب وبعدين بس كإنارة، هي ما تحتاج ما شاء الله كإنارة، هستخدم كراميل، هحط شيء مرة بسيط، بعدين أبدأ أدمج. أوكي وهنا برضو نفس الشيء،
وهنا برضو نقطة، بس نقطة، وهنا نقطة وخلاص. شايفين؟ بس إبراز هنا عشان مسافة مرة. جيت الفاونديشن للبشرة الجافة، تجيب اللوس باودر، تشيلي كل اللوس باودر من الفرشة، شوفوا، تخلي بس بقايا كده بالطبطبة. شايفين هذه الفرشة زي كده، كده تثبتي لأي وحدة بشرتها جافة، ما تحطي اللوس باودر كده خط، لا بس كده طبطبي على الفاونديشن طبطبة، عشان ما يقشر معاك الفاونديشن ابدا ولا يكتل كده بالطبطبة. هذه استخدمي الدرجة الاورنج اللي هي هذه، شوفوا باينة معاكم لونها اورنج، حتى لو بشرتك فاتحة اعتبري عادي بلشر، لا تقولي غامق على بشرتي، اعتبري ايش بلشر، حطيه كده على كامل عظمة الخد بصباعك عادي مو لازم فرشة. وبعدين عشان ما يقلب معاكم رمادي، بعد ما تخلصي الأورنج يكون مرة خفيف، ابتسمي 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 بقوة، ايوة عند هذه الوجنة بس تحطي الفاتح، ما رح يقلب معاك رمادي ابدا، بس اهم شي تحطي قبلها هايلايتر ايش لون أورنج. طيب بنات، سواء كانت بشرتك فاتحة أو غامقة، لما تجي تستخدم الهايلايتر عشان ما يقلب رم. طيب حشرح دحين الشفايف النازلة اللي جاية زي كده على تحت، شرحتها قبل كده في الانستغرام، بس من شفايف لشفايف تختلف. دائما شفايفهم نازلة قبل نهاية الشفايف بتكة، بدل ما ترسميها على هذا الخط الأبيض، ارفع الخط الأبيض زي كده. دقيقة. شايفين؟ ما ارسمها من النهايه، لا ارفعها بس تكه عشان تصير زي كذا مبتسمه على فوق، ما تكون نازله، فاهمين؟ نسيب مسافه مره بسيطه ونبدا نرسم. بنات في